السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم متابعينا بكل خير، ويا أهلا وسهلا مشاركين الجدد. تم اليوم الكشف عن تويوتا لاند كروزر بيك أب شياس 2022 نسخة 70 عام. كما تلاحظون أبرز التغييرات صارت في شكل الجنوط مكحلة باللون الأسود وفي الشبكة الأمامي والكشافات الضبابية. طبعا هذه الفئة هي فئة الرفرف والكامل، دفلوكين يأتي ونش أمامي. كما تلاحظون شكل الكشافات أصبح بلون أجمل، لون الصدام الأمامي بلون السيارة. الخط زي موديل 2022. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وشكرا.